بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل مقاطع مستوية للسطوح. ثانيا سطح المخروط الدوراني، نعرف شا هو سطح مخروط دوراني. الفضاء منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس أو إي جيكا. إي نقطة من المحور، محور أوزاد، من المحور أوزاد. لدينا سي دائرة، التي مركزها إي، التي مركزها إي. وتقع على مستوي يوازي، وتقع على مستوي يوازي موازي ل اكس او ايغريك، موازي ل اكس او ايغريك. سطح مخروط دوراني سي قاعدة له، ورأسه أو. لدينا سي له قاعدة ورأسه أو، هو اتحاد مستقيمات، اتحاد مستقيمات التي تمر من أو، وتشمل نقطة من دائرة سي. السطح مخروط الدوراني لسي الدائرة قاعدة له ورأسه أو، هو اتحاد مستقيمات التي تمر من أو وتشمل نقطة من سي. كل مستقيم من هذه المستقيمات، كل مستقيم من هذه المستقيمات الموازية ولا تدعى أولا في البداية هي مولد لسطح المخروط الدوراني، وثانيا هو أيضا يمكن تعريفه على شكل أنه مجموعة مستقيمات الموازية لمحور أوزاد، والتي تشمل نقطة من سي، موازية لأوزاد وتشمل نقطة من سي. إذن لاخدينا على المعلم أو إي جيكا من الفضاء، ناخذ إي من المحور أو زد، لدينا نقطة إي، وسي دائرة مركزها إي وتقع على مستوي يوازي إيغريك، ناخذ دائرة مركزها إي وهي موازية لمساوي او اكس او ايغريك. فالسطح المخروط الدوراني الذي قاعدة له هي سي ورأسه او، هو اتحاد مستقيمات تمر من او وتشمل نقطة من سي. إذن كلما أخذنا نقطة
من سي، فنرسم مستقيم يشمل او ونقطة من سي. إذا مجموعة هذا المستقيمات التي تشمل نقطة من سي وتمر من المبدأ او تشكل لنا ما يسمى بسطح مخروط دوراني. هذا عبارة عن سطح مخروط دوراني الذي محوره هو المحور OZ الذي قاعدته هي دائرة C مركزها E ورأسه O كما هو على الشكل. إذن كل مستقيم لنا يمكن نرسمه فنحصر على ولدنا من هذا الاتحاد المستقيمات على هذا السطح المخروط الدوران. هذا فيما يخص التعريف. ثانيا لدينا مبرهنة إذا كانت جاما هي عبارة عن سطح مخروط سطح المخروط دوراني الذي محوره OZ وC قاعدة له ورأسه O جاما هو مجموعة النقط M جاما هو مجموعة نقط M إحداثيتها X Y Z حيث لدينا X مربع زائد Y مربع تساوي K مربع في Z مربع مع K عدد حقيقي موجب تماما. إذن معادلة ديكارتية لسطح مخروط دوراني محوره OZ وC قاعدة له ورأسه O هو عبارة عن مجموعة نقاط M إحداثيتها X Y Z تحقق هذا العلاقة. نأخذ برهان على هذه المبرهنة. إذا دينا C الدائرة التي مركزها E حيث E قلنا من المحور OZ يعني E إحداثيتها 0 0 بتيتا مع A عدد حقيقي ونصف قطرها ونصف قطرها عنا R. إذن C كما هو في الرسم دائرة مركزها E لإحداثيتها 0 بالنسبة لـ X 0 بالنسبة لـ Y وعندها A بالنسبة لـ Z ونصف قطرها هذا هو R. فإذا خدينا تقع على المستوي تقع على المستوي الذي معادلته Z يساوي A هذه الدائرة راهي تقع على مستوي معادلته Z يساوي A بطبيعة الحال راهي يختلف A هذا عن صفر. إذن M إحداثيتها X Y Z نقطة من جاما
وتختلف عن نقطة O. ف petit m إذا خدينا مثلا ها هي نقطة M على هذا على هذا السطح المخروط الدوراني وناخذ petit m مسقطها العمودي على المحور OZ. إذا خدينا M من السطح جاما تختلف عن O. petit m إحداثيتها X Y إحداثيتها petit m إحداثيتها 0 0 Z اللي هي المسقط العمودي ل grand m على OZ على OZ. عندنا A نقطة تقاطع A نقطة تقاطع C مع المستقيم OM. فإذا خدينا المستقيم OM راه يقطع الدائرة C في النقطة A. لدينا النقطة A النقطة E نقطة grand M والنقطة petit M ونقطة O. لدينا قلنا A هي نقطة تقاطع C مع المستقيم OM. فمن هذا أن M راهي على سطح مخروط دوراني petit M مسقطها على المحور OZ. A هو تقاطع المستقيم OM مع دائرة C و E هو مركز دائرة. لدينا المثلثان اللي هو O petit m grand M O petit m grand M و O E A مثلثان متكافئا أو نقولوا هما متحاكيا، أي لدينا النسبة O E على O petit m تساوي النسبة O A على O M. O E على O E على O M O E على OM راهي تساوي OA على OM. فمن هذا يمكن أن نستنتج أن الطول أيضا قد نضيف الطول MN petit m grand m راه مع يناسب EA. وعليه يمكن أن نستنتج أن MN راه يساوي AE في OM على OE على OE AE في OM على OE. أي إذا ربعنا الطرفين نجد أن MN مربع هو AE مربع في OM مربع على OE مربع. وعليه فنستنتج أن M petit m راه يكتب من الشكل x ناقص صفر مربع زائد y ناقص صفر مربع زائد z ناقص z الكل مربع راه يساوي a e قلنا هو r مربع هو نصف القطر و o petit m هو z مربع و o e مربع هو a مربع. وعليه نجد دونك هذه العلاقة تكافئ أن x مربع زائد y مربع راهي تساوي z مربع في r على a الكل مربع. إذا وضعنا k هو
R على A فإنه ما هو المطلوب. نتوقف هنا ونتمم الباقية في الحصة المقبلة إن شاء الله.